العربية بين يديك. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الحوار الأول. Khalil has just moved to a new house. His next-door neighbor, Khalid, came by to greet him, and they got to know each other. Let's listen to their conversation. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله.